تفضل. صباح الخير استاذ. اهلين استاذ رياض، سعد لي الصباح. بدي اسالك شو صار بالكتالوجات تبع الشركه الهنغاريه؟ لسه عم ترجمها استاذ. استعجل لي فيها شوي دخيل عينك، وبس تخلص اعمل لي دراسه عن العرض الهنغاري. ايه على عيني وراسي، يعني شي يومين ثلاثه وبيكون كل شيء جاهز ان شاء الله. بارك الله فيك يا استاذ، والحقيقه انك من اكفأ المهندسين اللي عندنا هون بالشركه. معاشك قبضته؟ لا والله يا استاذ لسه ما قبضته. صرفنا لك 1000 ليره مكافأة لانك تعبت معنا كتير بدراسة معمل البراغي الجديد. 1000 ليره؟ ليش البعزقة يا استاذ؟ والله خزينة الدولة ما بتتحمل. ولو يا استاذ، انت بتستاهل كل خير، بس الله يخليك استعجل لي بالكتالوجات. ايه حاضر، تأمر امر استاذ، على عيني وراسي. تفضل قلي هون اذا بتريد استاذ. بس المعاش ناقص. شو ناقص؟ هيجي دور قدامك استاذ. مو على اساس في مكافأة 1000 ليرة؟ امبلا وصرفنا لك يا استاذ. بس هيك ناقص المعاش 75 ليرة. ايه مزبوط، خصمنا 75 ليرة ضريبة دخل على 1000 ليرة. كمان هي عليها ضريبة دخل. ليش شو المانع؟ ليش 1000 ليرة مو دخل كمان؟ قلتك دخل، اما شو دخل؟ عن اذنك. Cordless and wireless phones are the most equipment spread over the world. الأجهزة الهاتفية اللاسلكية صارت منتشرة. طولت تخلص ترجمة بابا؟ ايه والله يا بابا، لسه باقي علي 3 كتالوجات. أصبح خلص بابا، ريح حالك شوي، يعني ما بيكفي كل يوم عم تتأخر بالشغل، كمان بدك تشتغل بالبيت. شو بدي أعمل يا ماجدة؟ الله وكيلك، نص شغل الدائرة الهندسية حامله على كتافي. لا وفوق كل هالهم جاني هم ترجمة، وكل ما بيجي وفد اتفضل يا أستاذ رياض ترجم، وكل ما بيجينا فاكس أو عرض أسعار أو أي رسالة من برا اتفضل يا أستاذ رياض ترجم. بابا معلش اسمح لي، أنت الحق عليك، يعني ليش لحتى تقول انك بتعرف انجليزي وفرنسي؟ هيك من جدبتي. مره غلطت قدام معاون المدير وقلت له اني اشتغلت دليل سياحي سنتين زمان قبل ما اتخرج من الجامعه، قام لقطع علي وعلقني بالترجمه. طيب ما بيستحوا على دمهم يعطوك مكافاه 1000 ليره؟ هو انا الحق عليها، لانه كان المفروض من الاول اعمل حالي طلطميس وما بفهم شيء لا بالهندسه ولا باللغه ولا بالبطيخ بسمير. يمكن كانوا ركنوني مع جنا او ورا شي مكتب وقبضت معاشي باول كل شهر بدون ما اتعب، لانه الحكي بسرك في عنا مهندسين وفنيين من هالنوع بس بيقبضوا معاشاتهم باخر الشهر وما بيشتغلوا شيء. منو؟ طيب طالما ما حدا عم يقدر، ليش ما بتعمل مثلهم؟ انا ما بيطلع بايدي اعمل مثلهم، لاني بحب كون راس بكل شغله عم اشتغلها، ما بحب كون على الهامش ابدا. بس والله حرام عليك. خلاص هذا طبعي وتعودت عليه. ادخل. مرحبا ابو الروب. لك اهلين وفاء. اهلا وسهلا. شو المفاجاه حلوه؟ كيف قال؟ لك اهلين وسهلين، ماشي بشارك والله. اي رياح طيبه ساقتك الينا؟ رياح الشمال. لك اهلين. هات شوف البشارات. خير كيفي؟ هلا في بشارة ولا أمروك؟ لك هلا خلصني قول، في بشارة بس قول. يا سيدي إجاني جواب على فاكس من شركة انترناشونال اكزاكت ماشين. جواب على شو؟ أنا من مدة بعثت لهم صورة عن ورقك ملخص عن سيرة حياتك الشخصية، وهن طالبينك هلا ليتعاقدوا معك فورا. عن جد عم تحكي موفا؟ إيه شو شايفت عم بمزح معها؟ طيب والفيزا؟ هلا رح يعطوك فيزة زيارة شهر واحد تحت الاختبار، وبناء على هالشهر رح يحددوا شروط العقد بينك وبينه، وانت ما بنخاف عليه، اكيد بهالشهر رح تلحسن عقله. يعني هلا شو اعمل؟ امسك ورقه وقدم استقالتك. هيك بهالبساطة؟ ايه بهالبساطة، يعني شو بدك تقدم استقالتك يعني؟ بس لا تنسى يا موفق انه انا صار لي موظف هون 10 سنين. كيف لما صار لك موظف 10 سنين وما عرفوا قيمتك؟ شو منتظر منهم يعني؟ طيب وبركي ما زبطت معي بشركة انترناشونال اكزاكت ماشين، ساعتها بطلع مثل صبي الحمام، ايد من ورا وايد من قدام، لا من هون ولا من هون. لك يا حبيبي انت ولا يهمك، إذا ما زبطت هالشركة عندي 20 شركة أحسن منها، هلا المهم قدم لي هالاستقالة وخلصني. هيك قلتك؟ لك على شو خايف أنت؟ إيه شو موظف بالأمم المتحدة؟ كل شغلتك مهندس حكومي ب 6000 ليرة. يلا يلا قدم استقالتك وخلصني.
السيد المدير العام للشركة. تفضل. تحياتي استاذ. اهلين استاذ رياض، طمني. ان شاء الله خلصت الترجمة. يعني على همي، بس بترجاك توافق لي على هالطلب. طلب شو، اجازة؟ لا والله، طلب استقالة. استقالة معقولة؟ وليش مو معقول؟ طيب شو السبب؟ والله جاييني عرض مغري للخليج، ومثل ما بتعرفوا مدامتي موظفة هنيك ومو حلوة العيلة تتفكك. بس يا استاذ رياض، انت كفاءة جيدة وقدامك مستقبل كبير بهالشركة، وممكن خلال سنة تستلم منصب كويس. معلش يا استاذ، انا ما عاد اقدر انتظر، بدي اشوف مستقبلي من ناحية وضم شمل العيلة من ناحية تانية. كتير اسف استاذ رياض، ما رح وافق لك اطلاقا. وها، مع عدم الموافقة نظرا لحاجة الشركة لحامل هذا الطلب. شلك استاذ؟ الله يصلحك، ليش هيك عملت؟ يا استاذ رياض، انا من واجبي من هذا الموقع اني اشتغل لمصلحة الشركة، ومو من مصلحة الشركة ابدا انك تستقيل. انت خبرة ما بتتعوض. طيب إذا كنت خبرة ما بتتعوض مثل ما عم يقولوا، خليهم يعطوك مصاري مثل العالم والناس، أما لا بيرحموك ولا بيخلوا رحمة الله تنزل عليك. وين صارت هاي؟ ولا يهمك بابا، أنا ما رح أسكت أبدا، من بكرة رح أفوت لعند المدير العام وألحش له الاستقالة على مكتبه. وإذا ما وافق لك عليها؟ إذا ما وافق رح أشوف يلي أعلى منه. شو يعني وظيفة بالزور؟ إيه والله بحياتي ما سمعت فيها الشغلة. إيه أدخل. تحياتي استاذ. اهلين استاذ رياض، يا هلا. استاذ بعد اذنك، اذا ممكن يعني توافق لي على هالطلب. وليش ما قدمته عن طريق التسلسل؟ ما بتعرف انه ممنوع تقديم اي طلب الي بشكل استثنائي؟ والله بصراحه ما زبطت معي عن طريق التسلسل، لانه سيد نصرت معاونكم رفض لي الطلب. طيب شو الطلب؟ طلب استقاله استاذ. هيك بهالبساطه؟ كيف يعني بهالبساطه؟ ليش مو من حقي استقيل؟ بلا، من حقك طبعا، بس لازم يكون في مبررات مقنعة ويكون التوقيت مناسب. تفضل أو ترتاح شريف. المبررات يا أستاذ أنه مرتي توظفت بالخليج وبدي إلحقها، ومن ثم أنا الثاني بدي أطلع شوف مستقبلي هنيك، أما موضوع التوقيت المناسب فعدم المؤاخذة. ولا ما فهمته شلون يعني؟ أستاذ رياض، أنت بتعرف تماما أنه نحن هالسنة مرشحين وبقوة حتى نربح كأس الإنتاج. صحيح السنة الماضية شركة المطاط والتنتنة ربحت الكاس، بس كان الفرق بيننا وبينها 4 نقاط فقط. يعني سنة ممكن نتفوق عليها أستاذ؟ لازم نتفوق، ولحتى نتفوق نحن بحاجة للجهود كل عمال وموظفي ومهندسي وفنيي الشركة، ولازم تتضافر كل جهودنا ونزج بكل طاقاتنا لحتى نربح الكاس ونشلحه لشركة المطاط والتنتنة. عفوا أستاذنا، يعني مو ممكن تزجوا بكل الطاقات وتحشدوا كل الخبرات بدوني أنا؟ لا طبعا، خصوصي أنك أنت خبرة ما بتتعوض، ووجودك كتير ضروري للشركة بهالمرحلة الحاسمة هي. يعني استقالتك يا أستاذ بهالوقت الحرج هاد ممكن يعملنا كركبة بالشركة نحن بغينا عنها بصراحة. أكتر أنت بهذا التصرف غير المسؤول، كأنك عم تقول للشركة تبع المطاط والتنتنة تفضلوا اربحوا كاس الانتاج. بقى بتريدها انت يا استاذ رياض؟ بتريدها؟ لا طبعا ما بريدها، لانه مو حلوة ابدا شركة المطاط والتنتنة تعلم علينا. ها شفت استاذ رياض، مو هيك؟ ايه بس كمان انتو استاذ ما بتريدوا تضيعوا علي فرصة عمري وتبعدوني عن عيلتي. يا استاذ، هيك فرصة ممكن تجيك امتى ما كان، والمدام اولا واخيرا رح ترجع. وبصراحة نحن بالوقت الحاضر مضطرين نتمسك فيك. جواب نهائي؟ اي نعم، جواب نهائي. طيب انا رايح اسال صديق. شو عم تحكي انت بابا؟ هلا منشان شركة المطاط والتنتنة ما تربح كأس الانتاج رفضوا لك الاستقالة؟ شو هالمنطقة؟ عجبك على الشغلة؟ وشو رح تساوي هلا؟ رح تسكت له؟ بالعكس، انا يوم عن يوم عم يزداد اصراري على الاستقاله. بتعرفي ليش؟ ليش؟ لاني انا ما ممكن اقعد باي مكان وما عندي رغبه اقعد فيه، وبالتالي صار عندي احساس اني فقدت حريه الاختيار، وصارت الشركه بالنسبه الي وكانها مكان للاقامه الجبريه او سجن او معتقل. المهم شو رح تعمل؟
أول شيء رح أقدم شكوى لسيد الوزير، وتاني شيء رح خليهم يندموا على الساعة يلي رفضوا لي فيها الاستقالة، وإذا ما خليتهم هنن يلي يطلبوا مني أقدم استقالتي ما بيكون اسمي رياض. كيف يعني؟ ما فهمت عليك. يعني رح انقلب 180 درجة، لأني بصراحة يا بنتي قابض الشغل زيادة عن اللزوم، شو الله جابرني؟ بقى رح أعطي راحة لضميري ورح أتحول لموظف مهمل متقاعس مستهتر لا مبالي فوضوي لحتى يملوا مني ويقلعوني. بس ما بيصير هيك بابا، يعني بلكي عاقبوك شي عقوبة ما كنت حاسبها. أستي إذا بدهم يعاقبوا كل موظف مستهتر معناها لازم يعاقبوا 90% من موظفين هالبلد. بقى اطمني اطمني وانتظري النتائج عما قريب، وهنن يلي اضطروني لهالشيها، هنن مو أنا. ألو، نعم، إيه المهندس رياض؟ مين طالبني؟ أنا المدير العام؟ يلا، بس خلص شغل، إيه بإيدي شغلي، بخلصها وبجي. دخيلك، مدير العام. شو أستاذ رياض؟ جاهز لهالمهمة؟ طبعاً جاهز تمام الجاهزية أستاذ. طيب بتعرف تاريخ تدمر لي؟ إيه طبعاً بعرف كل شي فيها، مقبرة مقبرة وحجر حجر وعمود عمود. عظيم، أصبح حضري حالك بعد بكرة لتطلع على تدمر مع وفد صناع البراغي العرب، بس بدك تبيض لنا وشنا. ها ولو أستاذ ولا يهمكم، اعتمدوا علي أنا. أكيد أكيد. وإمتى السفر؟ بعد بكرة. طيب بابا بتقدر تاخذني معك؟ ايه شو هالشغلة العظيمة يعني؟ إذا حابة تروحي امشي. قال حابة، قال طبعا حابة، أحسن ما ضل حالي بالبيت. ما في مانع، اتفقنا. بس بابا بدي أسألك سؤال. تفضلي. مو على أساس رح تتحول لموظف مهمل ومستهتر ورح تعطي ضميرك إجازة؟ صحيح، مزبوط. أصبح ليش تحمست لهالطلعة؟ يعني المفروض فيك بابا إنك تعتذر أو تتحجج بشي حجة سخيفة لحتى ينقرقوا منك ويحطوا وحدة عليك. بالعكس يا ماجدة، هالمشوار اجى على ايدي ورجلي، وانا واثق تماما انه مجرد ما ارجع من تدمر رح يصرفوني على بيتي فورا ويقولوا لي الله معك. ليش بقى؟ شو ناوي تساوي؟ ما رح اقلك هلا، بكرة بتعرفي. تفضل شو بتحبوا تتغدوا استاذ؟ اعطيني المنيو اذا تريد. تكرم استاذ.
شوفي بابا، اطلب لك على ذوقي. ليش لا بابا، انت ذوقك حلو بالاكل. على عيني وراسي. يا سيدي اعطينا وجبه الحومات مع الرز على الطريقه التدموريه القديمه للكل. تدمرتها تكرمي. وبدنا يا سيدي، ما انت سلطه زنوبيا. يعني صحن كبير وصحنين شوربه وزينه. تاخذي شوربه وزينه ولا شوربه يرحبول؟ ما بتفرق، انت ادرى. اصبح خلاص، اعطينا اثنين شوربه يرحبول مع شويه مقبلات، وجيب لنا بالاخر الله يرضى عليك شراب إلابيل دبل، بس يكون فريش. حاضر استاذ، بس بسرعه الله يرضى عليك، لانه بصراحه عنا جوله طويله وزقزقت عصافير بطننا، جعنا. تكرم عينك استاذ. الله يكرمك. ظريف شراب إلابيل، خاصه اذا تاخذ فريش. يعني شو محطوط فيه؟ عنب مع رمان. كانوا أهل تدمر القدامى يكرعوا منه على الطالعة والنازلة، يكرعوا منه كتير، والواحد بهيك رحلة يعني لازم يستحضر أجواء الماضي كلها حتى بالأكل والشرب. شو المانع بابا؟ بابا أنت مجهز المعلومات اللي بدك تعطيها للوفد ولا أطلع أشتري لك شي كتاب عن تدمر؟ لا لا ولا يهمك، كل شي جاهز هون بمخي. هذا هو يا أخوان معبد بيل، هون تصور مسلسل العواميد بهالمكان بالذات، وكتير من المخرجين العالميين اجوا صوروا هون. وعلى ما أذكر اجا المخرج العالمي اليوناني كونترا باباندراوس من حوالي 20 سنة وصور فيلم Somebody Like It Hot، يعني البعض مو الكل يفضلونها ساخنة. والفيلم بهديك الأيام حصد جوائز ضخمة كتير، وطبعا نحن كعرب أولا وكرواد لصناعة البراخي بالوطن العربي بيسعدنا كتير وبيخلينا نشعر بالفخر إنه مخرجين عالميين اجوا لهالمكان هاد وصوروا أفلامهم هون بهالمكان بالذات. يا شباب بالفعل هذا مفخرة، مفخرة حقيقية. شو الحكي، وبيعطي عظمة لهالمكان الأثري. ومو بس هيك، مثلا خدوا مثال هالمكان هاد يلي أنا واقف عليه هلأ، أقامت الرقاصة بهيش المرعبي أجمل حفلات العمر، رقصت ساعتين كاملتين مع هالحجار، هي عملت تآلف معهم رقصت، يعني لو كان لهالحجار تم كانت حكيت. لا وكيف رقصت يا حزركون؟ رقصت حافية وعلى راسها شمعدان ب35 شمعة، ما انطفت منهم شمعة واحدة، يعني بهيجة المرعبي ما سمحت للهوى يطفي لها شمعة واحدة من شمعاتها. ولهالشي نزل اسمها بكتاب جينيس للأرقام القياسية كأبرع هزازة بطن على وجه الكرة الأرضية. ولك هزة بطنها بمعدل 30 هزة متواترة بالثانية الوحدة. الحقوني لكم، الحقوني حتى نتفرج على باقي الهيكل من جوا. يلا اسمعوني يا شباب، بهالهيكل هاد بهالمكان العظيم، سكي بابا ايش عامله بايدي، بهالمكان يلي ما في مثله بالعالم، قدمت المونولوجيست فريال حلمي أهم المونولوجات بتاريخ الغناء العربي. وحسب رواية أحد المؤرخين العرب قال إن المونولوج الشهير أطشتي قلبي يا حلوة يلي قومي استحمي اتغنى لأول مرة فيها المكان العظيم. وطبعا لما فنانة عظيمة مثل فريال حلمي تطلق فنها الرائع من هالمكان، فشوفوا قديش هالمكان ممكن يكتسب أهمية وعظمة.
شايفين هالمكان الرائع هاد؟ هون صورت اللهلوبة ناريمان فوزير رمضان وبدلت فساتين أشكال وألوان يا ريان، وجابت معها جلبت يعني أحضرت كونتينر كامل مليء بالفساتين والقبعات والعكاكيز والمراوح والإكسسوارات، بالإضافة لورشة خياطة متنقلة. وبين هالعواميد اتاخدت أحلى اللقطات للهلوبة ناريمان وهي عم تنط وتغمز وتفصح وتفشخ وتركع. بقى يلي حابب يتصور بهالمكان التذكاري هاد محل ما ناريمان رقصت وفنكت لشبعت لا يروح الفرصة من إيده. تفضلوا صوروا، صوري معهم بابا، صوري معليش فرصة. تعالي تعالي، هذا هو يا أخوان أوس النصر، شايفينه يلي بقفاي؟ شوفوا على عظمة هالبناء وروعة هالزخارف ما أحلاها. مين بناها يا ترى؟ شو بدنا بهالحكي بابا هلا؟ أجلي سؤالك. يلي بهمني تعرفوا يا أخوان إنه بهالمكان الأثري هاد قدمت المغنية الاستعراضية الأمريكية كاترين ويمبلدون أجرى استعراض شو في القرن العشرين، وهذا الاستعراض تصور مثل ما هو ونعرض مثل ما هو بخمسين فضائية عربية وأجنبية، ولهلأ عم يعيدوا ويفتقوا فيه بالقنوات الأوروبية والعربية والمشفرة طبعا. الحقوني إذا بتريدوا، الحقوني الحقوني في كلام كثير. أعزائي ورفاقي وأصدقائي أعضاء المؤتمر الثالث لتطوير صناعة البراغي والعزاءات والرنديلات العربية، طبعا نحن الآن في معبد نيبو وهو من أهم المعابد بتدمر بعد معبد بيل. شايفين هالفسحة الكبيرة هديك؟ هون صار عرض بيشو شو ومسابقات وهدايا وبرادات ومراوح ومسجلات، وحضر بيشو شو أكثر من 100,000 متفرج، وهالعدد ما سبق انه تجمع بمظاهرة وطنية وحدة. بهالساحة المقابلة هنيك صار عرض لسيرك عالمي كله ضباع وجواميس وتوار ووحوش الله الفلتانة، ويومها فلت جاموس هايش، جاموس مجنون وبعش بطن مقدم السيرك، بعج وبعج نكت كراره، ولحد هلا بعض الكبارية بيذكروا هالشي. بقى يلي بده يتصور محل ما بعج الجاموس بطن مذيع السرك يتفضل يتصور، ما عندي مانع. تفضلوا تفضلوا حبيباتي تفضلوا. بابا نعم، اذا بتريد شوي بس. بابا هلا مزبوطة هاي قصة الجاموس اللي حكيتها ولا انت اخترعتها من عقلك؟ لا ولو مزبوطة 100%، ولو وبهالمكان هاد منه من هون يعني صورت اول غنية فيديو كليب. لمين كانت الغنية؟ لنور الظلام محمد. شو اسمها؟ قاسيت المر يا حبيبي. وعينكن تشوف، عينكن تشوف هالصبايا كيف انبحت وبحت بين هالأعمدة والأوابد، يعني أكثر من 40-50 بنت شقر وسمر وخضر وزرع عم يفعوا فعل مثل الحيايا، يعني كل المطربين مثلا عم يروحوا لأندونيسيا للهند لمجاهل أفريقيا وعم يصوروا غنانيهم. بقى والله العظيم بادرة حلوة كتير لما فيديو كليب بيتصور بين هالأوابد هاي، ما في كلام. طبعا كل هالشي من شأنه يخلد هالمكان العظيم ويعمل له دعاية ببلاش. وعلى فكرة هنيك بهالزاوية هديك اتصورت لقطات مهمة كتير من فيلم التدمورية ليه، بطولة ميمي سعدو، ميرفت حسني، نجلاء أمين، وكانوا لابسين قصير كتير هيك الموضة كانت يعني. ما أما على هالمرتفع هداك، المرتفع هداك عند البيت التدموري فصارت حفلات غنائية بتمزع العقل، منوعات مسابقات بمناسبة عيد البادية اشترك فيها المونولوجيست
لألوق الوزير وأسعد بدوية، وبنفس هالمكان من كذا هالسنة إجا شكوكو، إسماعيل ياسين، سريع حلمي، ليلى نظمي، أحمد غانب، وهرج وتهريج، وهرج وتهريج ما صار مثله. وكأني بأصوات ضحك الجماهير عم تتردد بين هالأعمدة والهياكل. إيه والله الحقوني لشوف. يلا تفضلوا، في حدا ناقص للشباب؟ يلا تفضلوا، تفضلوا يا بابا، تفضلوا تفضلوا تفضلوا، اطلعوا من هنيك كمان لو سمحت. تفضلوا 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 تفضلوا. تعرف بابا أنا اللي عملت اليوم ما كان خاطر على بالي أبدا. إيه لكن حتى تعرفي أبوكي قديش حربوق وشاطر، يعني على هوا اللي عملته اليوم مع الوفد المفروض بكرة يقبلوا لي الاستقالة ويقولوا لي يلا يلا روح نطبي بيتك. مزبوط. شوفي جمال، شوفي بابا، شوفي جمال العربي قلبه العبا هيك عمل. الله وكيلك يا أستاذ هيك عمل، ما تزل عليك بحرف. لك شو قصته ما بعدك أشوف بيكون. متأكد من الحكي؟ طبعا متأكد يا أستاذ. لعنه شو قصته هاي؟ الشغل مو شغل ناس عاقلين أبدا، يا أما في حدا كبير وراه ومشان هيك مسائل عم تطحطح، يا أما الله أعلم يا أستاذ. هو على كل حال بالفترة الأخيرة انقلبت أحواله فوقاني تحتاني، يعني بعد ما كانوا كلهم يضربوا في المثل بأخلاقه وانضباطه صار واحد مستهتر مو سائل عن حدا بنوم. مين دعمه هاي؟ قلبي عليك. اي والله طولت شوي. طمني شو صار معك؟ بشو بابا؟ قبلوا لك الاستقالة؟ لا والله ما قبلوها منوب. معقولة بعد الفضيحة اللي سويتها بتدمر ما يقبلوها؟ لا ومو بس هيك، راحوا رفعوني كمان، واليوم طلع قراري وتسميت مدير الانتاج بالشركة كلها. معقولة؟ أكيد عم تمزح. لا ولا يا بابا ما عم بمزح، والله العظيم يا ماجدة، هالشغلة بتحط العقل بالكف. يعني لما طنشت وسيبتها رفعوني وكافئوني، يعني لو عرفان هيك من الأول كنت سيبتها من زمان. مين بيعرف كنت على القليلي صرت هلأ مدير عام إذا مو أكتر.